شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 50 بعد 100، والذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية. هذا وقد صدر عن مجلس جامعة الدول العربية قرارا أدان التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساندتها للإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار وتأسيسها لجماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابي وحزب الله الإرهابي. وأكد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها. ورحب المجلس بوضع أسماء بعض الأشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية في مملكة البحرين على قائمة الإرهابيين، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس إصرار دول العالم على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه. ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والإجراءات التي تقوم بها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلم فيها. أكد المجلس دعمه لمملكة البحرين في عدد من ترشيحاتها لمناصب في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي عضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من بين 2020-2023، ولعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي للفترة من 2020-2025، ولعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2021-2023، ولعضوية المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة للفترة من 2020-2022. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك ومتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، كما تم بحث آخر تطورات ومستجدات الأوضاع في سوريا وأهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري وعن الدور العربي في حل الأزمة السورية، كما ناقش الاجتماع آخر التطورات في ليبيا واليمن والسودان وغيرها من القضايا.